دورنا في وزارة السياحة أننا ندعم كافة الجهود اللي تعبر عن قيمة وإمكانيات السياحة المصرية. كمان هو معرض هام جدا لأنه يقام على القاهرة في مكان من أجمل الأماكن الموجودة في القاهرة في قصر القبة التاريخي، نستعرض من خلاله خلفية رائعة، نستعرض منه تاريخ مصر العريق وحضارة مصر الممتدة. نتمنى أن يكون عندنا أكثر من معرض وأكثر من فعالية وحدث دولي بهذا الحجم في كل مكان في مصر، لأننا نستحق أن يكون عندنا كل هذا الزخم الإعلامي. النهاردة بصدد مؤتمر صحفي للإعلان عن معرض دولي هيقام على أرض مصر إن شاء الله في مدة 4 أيام من 6 إلى 9 سبتمبر 2022. هيشارك فيه أكثر من 56 دولة على مستوى العالم وأكثر من 200 شركة في ما يخص السياحة والطيران. الهدف منه هو استعادة جذب الاستثمار السياحي في مصر وخلق مناخ جديد وشراكات جديدة في الفترة القادمة، وخاصة بعد أزمة كورونا العالمية اللي حصلت ركود عالمي في مجال السياحة والطيران. طبعا مؤتمر هنا غرضه ترويض السياحة، وإحنا جايين نتكلم عن السياحة الرياضية في مصر عامة، ازاي احنا ممكن نزود السياحة في مصر طبعا عن خلال الرياضات الجوية. ربنا يعني احنا عندنا ميزتين نتكلم عليهم. الميزة الاولانية الاماكن المختلفة والاثرية اللي موجودة في مصر، فبنقفز من خلال جميع الاماكن ديت. الميزة التانية الجو، جونا حلو فجو معتدل، فاحنا شغالين 12 شهر في السنه. طبعا في دول تانية بتشتغل فصول معينه. الفتره اللي احنا فيها دلوقتي في مصر يعني من بعد كورونا طبعا الطيران او السياحه بشكل عام في الدول العالم كلها كانت واقفه بنسبه طبعا كبيره، مش تماما. فاحنا في مصر دلوقتي بنحاول نرجع السياحه اللي كانت موجوده قبل كده، وبنحاول نروج لانواع جديده من السياحه ممكن تبقى موجوده عندنا في مصر. احنا بالنسبه لنا او بدورنا كشركه بنروج للسياحه الرياضيه. احنا بنقدم نوع جديد من الرياضات اللي هو الرياضات الغير تقليديه، سكاي دايفنج. فاحنا بنوري مصر للناس او للسياح او حتى للمصريين نفسهم بمنظور مختلف تماما.